مساء الفل والسعادة والفرحة والبهجة عليكم، ومساءكم جميل وأيامكم كلها جميلة إن شاء الله. النهاردة إحنا مستكملين حوارنا وبنتكلم على تركيبات الشعر. والشعر طبعا إحنا عارفين إن الشعر هو تاج المرأة، لازم دايما بتهتم بيه وبتبقى عايزة في أحسن صورة وفي أحسن شكل. مش عايزة أدخلكم في تفاصيل كتير لأن إحنا النهاردة هنشتغل عملي وهنشوف بعينينا، بس الأول هرحب بزميلتي هاجر. إزيك يا هاجر؟ مساء الخير عليك يا نور. مساء النور وفل. مساء الخير على متابعين سحر الهواني. زي ما نور قالت لكم إن إحنا كنا عملنا حوار عن تركيبات الشعر، كنا بنتكلم عن مرضى السرطان ومرضى الصلع والتعلبة ومصابي الحروق. النهاردة بقى هنتكلم عن الألوان والبواريك، هنتكلم عن حكايات كتير جدا هتخص كل الهوانم اللي بيتابعونا النهاردة. معانا ومعاكم النهاردة خبير تركيبات الشعر أستاذ كريم محمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ، منورنا يا كريم. ازيك يا استاذ النهارده؟ الحمد لله تمام. قول لنا بقى، كلمنا كده الاول، يعني قول لنا ايه اللي قدامنا ده. عندنا حاجات كتير، تعالي نبتدي مثلا بالرجالي. احنا عندنا في الرجالي هنا دي حاجه اسمها على طول، دي بتسمى يعني ايه الشبكه الفرنسيه شويه، تمام. هي بتبقى على جذور طول هنا، تمام. اما بتشال ديت خالص، تمام، بتبان زي جذور عاديه، جذور طبيعيه. بالنسبه الشعر الطبيعي، بالنسبه للشعر الطبيعي حتى في التركيب بتبان 99% ناتشورال شويه. حته الرجالي زي ما قلنا اللايف فيها بتبقى الجبهه قدامك شويه، فبتبقى ايه، بتبان واقعيه، لازم يبقى الشغل واقعي جدا. لازم يبقى مظبوط جدا. وشرط برضو لو الحريمي، فيه الحريمي برضو بيبقى اللي هو مثلا شعرها خفيف او الجزء اللي قدام مش موجود. ويمكن احنا عرضناها قبل كده في الفيديو اللي قبل كده، تمام، بيبقى على طول برضو ما بتيجي بتركبيها ما بتبقيش باين ان في بتبقى باينه ان هي ناتشرال خالص. بتقدري تستحمي بيها، تنزلي بسين، دايفين بحر، تتعايشي بيها خالص. دي بالنسبه للرجال، لان الرجال طبعا ايه احنا اتكلمنا فيه ان هو مساحته ضيقه شويه، فبيبقى صعب خالص بالنسبه للحريمي. يبقى شغله ضيق. معانا حاجات كتير حريمي، الحمد لله. الحمد لله احنا معانا حاجات كتير قوي. دي بالنسبه للرجالي. الرجالي احنا عندنا مثلا، احنا قلنا في حاجات ما انصحش بيها ان اول حد يركب اللي هي على طول شويه، بتبقى بتضايقه شويه او محتاجه حد يكون هو راكب كذا مره في حته الاكستنشن او عامه البواريك. عامه هو في ناس بتسميها باروكه، في ناس بتسميها شبكه، بس هي مسماتها شبكه، يعني ما بحبش اسم الايه الباروكه شويه بالنسبه للراجل يعني شويه. دي بالنسبه للرجالي. فانصح بايه؟ دي كلها بواريك رجالي؟ لا، دي رجالي، الحاجات القصيره كلها دي رجالي. بتبان طبعا في السايز، في فرق ما بين الاطوال بقى. لا، في الاطوال بتبقى الشبكه، المساحه ذات نفسها، المساحه ذات نفسها بتفرق طبعا عن حد. طبعا يعني من راس لراس، يعني خلينا نتكلم، المساحات بتبقى مختلفه بالنسبه للراجل. دي بالنسبه للقطعه اللي هي ممكن تتركب لاول حد، لاول مره يركب يعني. هو رجالي اصعب وفي فن اكتر بي 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 لازم يبان بدقه قوي، لانك انت الجبهه بتاعه الراجل بتبقى قدامك قوي، فلو ما اتعملتش مظبوطه هتبان ان هي مش طبيعيه. غير البنوتات ممكن تبقى تحط اكستنشن فبيبقى داخل في قلب الشعر شويه، ما بيبقاش باين. دي بالنسبه للرجالي. في حاجات بتبقى باينه على الازاز شويه، يعني ديت برضو فيها واقعيه زي التل، زي التل بتبقى فيها واقعيه خالص، بتبقى باينه ان الجذور بتاعتها. حتى لو خدت بالكم حضرتكم، بص كده، لو الكاميرا قربت معانا باينه خالص، بتبان ان هي بيور خالص. حتى لما بتمسكي، حتى بصي في المسام بتاعت ديت، ما بتشال قطع التل دي، تاكد ان هي جديده، تمام. بعد ما بنقص التل بتبان ان هي طبيعي جذور تماما. دي بالنسبه للرجالي اللي هو الثلاث قطع الرجالي. وفي حاجه معانا هي ما بتبقاش موجوده في مصر كتير، اللي هي الفول كاب كامل. يمكن القطعه دي بتبقى اكتر سوالف. دي بقى بالنسبه بالظبط بتاعت مرضى السرطان، للحروق زي ما اتكلمنا، الشغل اللي احنا بنحب نعمله اصلا. بالنسبه دي بتقولي انت بتحب تشتغل قوي مع بحب اللي هو الحاجات اللي هي يعني نفسيه، اديني النفسيه قويه. والله احنا كمان كمركز احنا بنساعد الناس دي، يعني بروحنا وطريقه كلامنا بنحسسه ان الحوار عادي وتعالى وركب. يعني ممكن حتى العميل يجي يتكلم معانا قبل ما يفكر انه يركب، يبقى عايز يرتاح لك شخصيا شويه. بتفرق، بتفرق شويه مع العميل. حتى حضرتك او حضرتها تلاقيكي انا بستريح عند الكوافير ده، انا بستريح عند ده،
فبس رايح عند ده لا انت حابه ان انت تروحي لبني ادم لا وراح تركبي لاول مره مع حد ما تعرفوش مجرد ان هو أيوة مختص صح. في الشيء ده صح. فانا داخل لك لاول مره انا ما اعرفكش اصلا فيا ترى انا هرتاح لك او انت عندك قبول او لا انت لازم تكون عندك التيتلز انت عندك ان انت تقدر صح يبقى هو قاعد براحته مش صح مش انت بتروحي الكوافير يريحك وانت بتروحي الكوافير اكيد كل واحد بيرتاح انت بتصنع البسمه للناس دي كلها حبيبي تسلمي لكل العملاء اللي عند حضرتك مش بس مرضى السرطان ومصاب الحروق لا يعني انت صانع البسمه للناس دي كلها فالقطعه ديت القطعه دي فول كاب كامل بيجي من اول قدام لغايه ورا دي بتبقى كامله يمكن احنا مش منشطينها انا جايب الشعر بيور يعني زي ما هو زي ما هو طبيعي مش 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 ممشط والله هو دي الشعور بس بتبقى في الغسيل بتنعم اكتر من كده وبقدر ان انا امشيها مع سيمتريات الشعر حتى لو انا بل يعني لو ديت في التركيب بتمشي زي مع بقيه الشعر بتبقى ناتشرال بدخلها في قلب بعضها كده بطريقه ديجرادي ما تبقاش باينه دي بتتركب كلها فكلها بتبقى ايه بتبقى باينه طبيعيه لان هي بتبقى الجذور بتاعتها اهي هنشوف عدلتها لو جيت حضرتك تركبيها كده وبصيتي لها مثلا كده الجذور مش باينه بيبقى خلص. الشعر عادي جدا بيبقى طالع وممكن اطلع منه بيبي هير شويه يعني ممكن ابقى ايه بمقص مخصص ليها بقدر اخش بيبي هير كده اعمل ايه الحاجات اللي هي الشعر اللي قدام كلها فنيات بتفرق في القطعه انت تصنعها حتى لو هي قطعه مش جايه مهيئه للتفاصيل اللي يتركب بيها حد يبقى مرتاح انت تقدر تضيف بعد كده بعد التفاصيل ليها طب احنا قلنا عايزين نشوف عايزين بقى نشوف حاجه على الموضه كنت يعني قبل ما نشوف الحاجه كنت هسالك على شعر الموضه اللي انت اللي عامل الالوان الحلوه دي الحمد لله الالوان دي انا اللي عاملها انت بتعمل كل الالوان بقى الالوان بيبقى فنيات اكتر برضو يعني حته انك تركيب لانك انت لما بيجي لك شعر ركب وحضرتك واحنا لما بيجي شعر بيجي شعر مش مش شرط لون الشعر ما فيك في اساسي بيجي انت بيبقى لازم أصلاً انت اصلا بتبقى الشعرية مثلا جايه سمراء فبتضطر لو شعرها لو الحته عندك مش سمراء فانت عامه الغوام موجوده انما الحته الفواتح الفواتح لو هو الاساسي شوي. بتاعك اللي هو الارضيه بتاعتك اصلا فاتحه فانت مضطر ان انت تفتح التول او الشبكه اللي هتركبها او الاكستنشن هو ده اللي بيفرق معايا طب بس بجد الالوان حلوه تسلم ايدك لا كمان اول درجات جميله حتى في هي الموديل جميله نور جميله في دوت حتى دوت الهير توك ممكن بيتركب برضو هو الباكت ده بيبقى فيه 40 قطعه الباكت دوت بيبقى بتلزق زي هيرت ممكن مثلا لو ارضيه شعرك اسمر او بني مثلا زي لون الباروكه ديت انت بتفكري انك تدخلي فيها فواتح يمكن اللون ده ممكن شويه ما يليقش بس لو ايه لو دخلتي الحاجات دي في قلب بيبقى ميكس دي الالوان في بعضها مش محتاج ان انت تعملي كلر يعني مش محتاج ان احنا نعمل الالوان دي في الشعرايه ذات نفسها بنبقى محتاجين اصلا ان احنا نركب الهير توك على شعر غامق فيعمل زي هو بيعمل كده زي انك تعملي مثلا رحاف في الكوافير تعملي مثلا ايه زي الهايلايت كده فمش محتاجه ان انت تصبغي فبيبقى محتاج اصلا ان انت ايه تركبي دوا بيبقى اسهل ليكي ايه كتير جدا زي الباروكه الصفراء هنا الباروكه الصفراء شويه انا هعدلها شويه ممكن بس هي مصنص غير هنتعبك معانا في الغسيل النهار تمام طبعا التول ده بقى التول ده كله بيتقص إيه؟ هو بس احنا عشان جايين مع حضراتكم فاحنا التول دوت بيبقى متشال بيتشال اول ما بيتشال بيبقى فيه لزق اللي عندي فبيلزق هنا فتبان ان هي بنحط طبعاً. اللزق اللي هو المخصص معانا حتى بصي التول مضايقك يعني احنا لا لا احنا 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 عشان يبان ان هي طبيعيه اكتر هاتي المقص هاتي المشط بصي كده حتى في هنا تقدري تفرقي ايه جبت جذور بتتفرق من كل الاتجاهات قدرتي تجيبي كده مثلا اهوت فرق زي الشعر العادي احنا حابينها اكتر كانت على الناحيه دي شويه ثواني كده ممكن نعمل كذا شكل بيها زي شعرنا العادي جدا ونعمل شعر عادي جدا 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 طبعا احنا ايه هاتي كده يعني لو جينا ان احنا نفرق كده بتبان عادي بقى ان هي طبيعيه خالص 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 دي تركيبها بيبقى باللزق صح كده هي بتتركب بلزق وبتتركب زي بكلبس
بتتحط بكليبس كده، اللي هم عندهم شعر بكليبس، انما باللزق اللي هو لو مثلا حد مريض، لو حد مريض بيبقى لازم بقى. لا لو فتره لو مريض بنضطر ان احنا نلزق كل شهر، لان عقبال ما بيجي لنا بيجي لنا ناس طبعا من محافظات كتير، فاحنا بنحاول ان احنا نساعده عشان والله بنسعى ان احنا نجيب احسن انواع اللزق يقعد معاه كمده اطول. انا سمعت ان انت عامل لهم خصم كمان. طبعا 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 يعني. الا بصي حضرتك اي حد بيتجه لنا من نواحي مرضى السرطان بجد بيبقى لنا خصومات معاه، يعني يمكن بنعمل 50%. حلو جدا. بنعمل حلو 50% جداً. لصالح مرضى السرطان. ودي مبادره منك حلوه دي يعني. دي انا بعملها والله، ولو اضطريت ان انا اصنع هنا انا بايدي في مصر، انا هيبقى ب 100% كامل لصالح مرضى السرطان. واحلى حاجه فيك ان انت بتحب شغلك الحمد لله. حاسه ان انت عارف بتعمل ايه. الموضوع تجاري مثلا او كده؟ لا انت خالص. حابب اصلا خالص والله يعني. ممكن يبقى في الشغل مثلا حته ايه حلو يعني قوي. خلي التجاره برضو مع ربنا يعني، ما يبقاش عشان. ما يبقاش الموضوع يبقاش كله فلوس يعني، مش كله مش كله فلوس وماديه والله. بجد والله لما بيجي حد يقول لي طب اعمل ايه، اقول له طب تعالى لي هات لي الحاله وبعد كده نتكلم في اي تفاصيل. حلو قوي. وريني كده. ده كله شعر، ده كله شعر طبيعي. جميله جدا. ده طبيعي. كل ده طبيعي فعلا. الفرق لو الكاميرا هتقدر تجيب، بس باينه انها طبيعيه جدا. التفاصيل اللي معانا ولا ايه؟ الشبكة مش باينة من تحت خالص. ما هو الشبكة دي، الشبكة دي لو اتقصت هي بتتقص من أول هنا. أيوه. تمام؟ فما بنيجي نلزق بتبان زي بصور حتى لو بشرتي غامقة، لو بشرتي غامقة هي بتمشي أكتر مع سيمترية الوش بقى واللون بتاع فهي رزقة تحس إن هي طبيعية. هتحس إن هي طبيعية أكتر. حلوة جدا دي. بصي وريني كده يا نور، ثانية بس عشان خاطر ما نفكوش. لو نور عسولة. بصي ممكن تتعمل كذا شكل. تتحرك براحتك خالص. احنا بس بنتكلم ان احنا ايه، مش قاصين، انما وقت التركيب. طبعا لما بتتقص في الموضوع وقت التركيب التل ده بيبان بيور تماما. تماما. احنا جربناها مع بنوته قبل كده، جات لنا كانت تعبانه كانت حلوه. الموضوع اصلا لما الحاله معاها اختلفت خالص. انا شفت بقى اكيد طبعا. انا شفتها بالدم والله 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 شفتها بالدم. هي خلاص ما بتبقاش عندها امل في الموضوع. عينيها دمعت، فبقول لها انا ضايقتك؟ طيب انا ما ضايقتكيش وانا بركب. قالت لي بالعكس انت بسطتني بزياده، فانا شفت شعري. فدي والله حصلت قدامي، لذلك انا قدمت ال 50% لصالح مرضى السرطان والحروق دي على مستوى يعني شغلي تمنا بقى كعادي او مستورد. ودي حاجه انت تشكر عليها طبعا. طب لمتابعين سحر الهوانم بقى اكيد هنعمل لهم خاص، اكيد هنعمل لهم خاص. عايزين خاص كده برضه. هعمل لهم خاص مفاجاه. مفاجاه خلاص. متابعين سحر الهوانم هنعمل لهم اللي يجي اللي يجي خاص لمتابعين سحر الهوانم اللي يجي المركز عندي هيقول لي كلمه السر هي خلاص معانا. سحر الهوانم. ايوه سحر الهوانم هنعمل لهم خاص. المصباح السحري ندعكم ونقول سحر الهوانم على طول. بصي بصي دي باينه ان هي تحس ان هي كمان البيبي هير اللي نازل منها. بصي تبان طبيعيه. طبعا جداً. بصي انت تفرقي بقى ايه، تفرقي مين؟ لا ونوع الشعر حاساه فعلا شكله باين ان هو طبيعي. تفرقي مين او تفرقي كسواء اهو. بص حضرتك ثواني. لا لا ما نفرش من تحت، انا بس بتكلم ان هو بصي التيتلز بتاع الشعرايه بتخرج بقى من الناس. طبعا بتغسلها وسشوار بتتعايش معاها طبيعي. بتتعايش بيها عادي جدا. عادي جدا. الروتين اليومي بتاع الشعر عادي. ما ياثرش اعتقد يا كريم على الشعر الاساسي، بالعكس انا بحسه بيريحه. الاساسي اللي تحت بالعكس، انت لو انت بتعالجي بالعكس الكام هي بتريحه. انت هتلبسي الباروكه كده وهتنزلي على طول يلا انا خارجه. هتبقى معموله سي زي ديه. خلاص هي عندك كده مثلا سي، مش شرط على الملكه انت معلقاها، فانت بتلبسيها ويلا انا نازله خلاص. لا سشوار ولا صبغه ولا يعني انا بريحها. بالنسبه لان حاله الشعرايه الطبيعيه هي زي الموبايل في ايدك، انت انت حافظتي على الموبايل فبيقعد معاكي. اي شعرايه بيجي يقول مثلا ايه انا عندي الشعرايه دي مدتها بتقعد قد ايه، اقول له طبعا كل حاجه لها مده، بس كل ما هتحافظ عليه كل ما زي شعرها الاساسي، كل ما هتحافظ عليه بالزبط. كل ما هيبقى فهو ده اللي كان بيفرق معانا، ان انت كل ما هتحافظي على الشعرايه كل ما هيبقى ايه يتغسل بطريقه صح. الشامبو على طول يعني. الشامبو عامه انا ما بحبش الشامبو كتير، انا بستخدم شامبو ممكن مره واحده في الاسبوع، خد شاور عادي زي ما انت. يوم يوم لا كونديشنال. يوم ميه يوم كونديشنال، يوم ميه يوم كونديشنال. السابع شامبو، لو قسمتيها هتلاقيها ست ايام ميه كونديشنال ميه كونديشنال، السابع
بجد. واي حد جرب مثلا كده هتحس بفرق في الشعر، بيرتاح في الشعرايه بطريقه، حتى الشعر الطبيعي بتاعنا بالظبط. حتى انا بتكلم على فكره الشعر العاديه جدا، انا شعري بعمل فيه كده، فبحس فيه ايه باللون حلو قوي، انتصاق في قلب كده، عماله بصلنا هي اللون جدا. هي حتى كمان دخلت التل جوه، انت التل مضايقك مزموزين بس يعني ايه، بس بجد الالوان في فاتحه في مزموزينه بتبقى احلى شويه من الكواتي، بتدي على بشرتها كمان اكتر. والبلوندات حتى احنا اللون الاساسي بتاعنا احنا عاملينه ايه، على قش وعلى الحاجات دي. الباروكه بتتصبغ يا كريم؟ الشعر الطبيعي الشعر الطبيعي بيقبل صبغه، وبرده بدرجات، في درجات في يعني عايزه تعملي التسيت على الشعرايه، الشعرايه ساعات في شعرايه ما بتقبلش غير اخر درجه ممكن ديت. دي انواع الشعر اللي هي مش غنيه. حلو جدا. مش غنيه، انما في انواع بتوصل معايا بقى للبلوندات ديت. حاجات اللي هي زي الهير توب كده مثلا. في ناس بتحب الالوان دي فعلا، يعني عايزه تعملي تيست على شعرايه وتعرفي ان هي 100% بيور، دخليها بودره تفتيح وخليها تجيب الدرجه دي. كويس ان انا سالتك السؤال. الشعرايه لو الشعرايه ديت لو ما جابتش غير اللون ده، يبقى الشعرايه دي مش كويسه. تمام. عامه الشعور بقى الطبيعيه، عايزه تعرفي الشعر الطبيعي حضرتك هتحسي ان داخله ابيض، ملمسه نفسه كمان، لا غير ان الملمس الشعرايه تحسي ان ايه، خصله بيضة الطبيعي فيها الشعرايه الطبيعيه اللي عند اي ست، بيبان ان هي ايه، هتحسي مثلا الضي ده، الضي الابيض وكده، دي الشعرايه دي بتبقى بيور، بتبقى طبيعيه 100%، تقبل صبغه تدي لغايه بلوندات معاكي. يعني تدي لغايه في باروكه بتبقى اسود سودا قاتمه، دي بيبقى صعب ان هي تاخد تفتيح، اللي هي الحاجات اللي هي الحاجات اللي زي كده، هي مش اسود، مش اسمر كاتم قوي، بس في شعرايه بتيجي من اصول مثلا الهند، الشعر كله عامه بيجي وارد هند، ممكن يتصنع في حته الايه ده ممكن يقبل، يقبل صبغات افتح من دوت شويه، افتح شويه، درجه سواد افتح شويه. تعالى مشط لك انما اللي هناك دول يا كريم ده مش شعر طبيعي صح كده؟ الحاجات ديت في منها الالوان اللي احنا ايه ابتدينا ان احنا نعملها، دي حاجات للهالوين كده، يعني حاجه كده ممكن ايه، ما بتبقاش باينه ان هي طبيعيه قوي زي دول قوي. يعني ممكن حضرتك مظبوطه تجيبي لي الصفره اللي هي على الحاجات اللي على قصير كده، في حاجه على قصير اصفر، ممكن بتاعت حزبة يوم مثلا او مناسبه حلو. الاسود عليها كويس برضه نور، بس ما يبقاش كاتم، ما يبقاش الاسود الكاتم قوي. حتى احنا لما جينا هي يعني مزمزين نور معانا، هي بتحب تلبس كتير متعوده بقى خلاص قايت عليها، يعني هي معانا فبنقعد. العميل اللي بيجي لك اوريدي عارف وجرب قبل كده بيريحك اكتر، ولا انت بتحب تتعامل مع العميل اللي لسه اول مره وتبدا ان انت بقى ايه تقنعه وتبسط له الموضوع؟ اللي عارف بيجي ممكن يكون واخد تنشن من المكان اللي قبله، فجاي بيغير معاك، فجاي بيغير، اما تعمليش ده، ما تسام يعمل التفاصيل دي، التفاصيل دي هي اللي بتخرب. بس انا كنت بتكلم معاك، كنت بتقولي ان انا بالي طويل مع العملاء جدا، يعني لسه كنت بتكلم معاه في الموضوع ده خالص، بس ساعات بيبقى حد جرب لو خلاص بقى هو مقتنع بوجهه نظر مش عايز يغيرها بالظبط. لو هتيجي على حته الفنيات فبقول لا استوب، ده شغلك انت طبعا ادرى بيه. هتيجي مثلا على حته الفنيات، ابقى مطلع سي بيبي هير هنا شويه على قصير وبين الطبيعيه، تيجي انت تقولي لا البيبي هير ده بقول لك ايه، شيله. طب ما شيله، دي مش هتبان طبيعيه، هيبان الكات، هتبان ان هي صح. بتذاكر بقى يا كريم الشغل ده كل مره عشان تحدث من نفسك، ولا بتعمل ايه؟ لا بتابع انا، يعني الحمد لله انا سني 35، انا شغال من وانا عندي 10 سنين ما شاء الله. يمكن ما كنتش يعني احلم اصلا ان انا اقف اغسل الجست، فجايبها من تحت. حتى الاكاديميين يعني ما يجي لحد علمني بليز تركيب الشعر وهقول لك هديك التفاصيل، بس عمرك ما هتتعلم الفينش في الاخر، هيبقى مش زي اللي يعني كل حاجه. انا مش هقدر اجي اخطي مثلا 25 سنه ككارير ومهنه في شهر مثلا، استحاله. فبنصح كل اللي بيقول لك ان انا اعمل كورس اكاديمي في القص او غيره، اقول له لا ستوب، وكل فتره بيبقى فيه جديد، يعني لازم نتابع، لازم تتابع. الممارسه مهمه، زي كانك بتسوق عربيه، انت ممكن دلوقتي انا مش متعلم السواقه
بس سي بقيت اعرف سوق جدا. فبقيت حلو في السواقه بالممارسه. بالممارسه، ما حدش قال لك 1 2 3. لو قعدت اشرح له من هنا لبكره ده بيبقى صعب. دي الحاجات اللي هي على قصير بقى، الهانويل والكلام ده، حتى تحس ان ملمس الحاجات دي انا حطيتها يمكن عندي عبره. الشعر الطبيعي انا حاسه فيه لمعه عندك جد. ده مطفي شويه جد جد. الحاجات دي بتبقى باينه قوي، بان هي فيك. انا يمكن بحط الحاجات دي عندي، العميل اللي داخل اول مره ما يعرفش ما بين ال ما بين الطبيعي بيبقى خايف وحقه. نصايح بقى كده، ادي النصايح للمشاهدين، بص للكاميرا بتاعتك ودي نصايح كده لاي حد رايح يشتري بواريك جديده. اي حد رايح يشتري بواريك، انا زي ما قلت في شعرات ما بتقبلش صبغه وفي شعرات بتقبل صبغه. لازم تعرفي لو هتستي، في ناس بقى تقول لك انا بتست بحرق الشعرايه عشان اشمها، لا. الشعرايه الطبيعيه تقوم جاي عائد في يونكا تعملها زي كانك بتربطها كده تمام، الشعرايه كده بص تلاقيها بتفك لوحدها، فك لوحدها جدا، دي الطبيعيه. انما الفايبر والبلاستيك بعضها بتهيالي والشعره يتقطع، البلاستيك لو عقد عمره ما يفك. دي يعني دي نصيحه بسيطه وسهله وبسرعه، انت تمسكي شعرها تقعدي سريعه من غير بقى انا بعملها كده ولا بلاش استوب. مش بحب كده. انا بحب انا عقدت الشعرايه، فبصي بصي وانا بعملها كده فكتها فكت. فهي دي بالنسبه للايه الشعر اللي هو الطبيعي. حد من الاسرار دي، حد رايح يركب بليز، اللي ركب في مركز قبل كده يا جماعه، لما تيجي سيب الجديد اللي انت رايح له يضيف لمساته، ما اكيد اكيد الاول طبعا في اختلاف، أكيد يعني مش كل الناس زي بعض، اكيد الاول عنده لمسه والتاني عنده لمسه تانية. فسيبه، ولو مشيت حاسس ان انا لو مشيت ورا الشخصيه لا انا كده هبتدي ان انا ابوظ شغلي، فهنا اقول ستوب. ما هو انت كده هتعمل نفس اللي كان معمول قبل كده، فاولادي ما فرقتش. فيقول لي انا مركب انا فاهم، اقول له لا حضرتك لو مركب وبتقول لي ان انا فاهم، حضرتك مش هتسيب السيب ده بالظبط كده وجيت ليا انا وتوصلني انا، او تقعد تبحث عليا تركيبك على البيدج بتاعك عاجبني. فالناس دي، وفي ناس والله بتيجي من بلاد ومحافظات تانية بجد، انا جاي اركب اعمل اللي انت عايزه، بيبقى شاف حد عميل عندي، عنده ثقه بقى، شاف عميل عندي. لا في عميل كان جايب لي عميل من قريب، ركب اي حاجه اعمل اللي انت عايزه، ليه؟ لاني شاف الشغل اللي قبل كده. يقول لي اقول له فنيات، يقول لي بص اللي انت شايفه صح. دي بتبقى امتع عميل بشتغل معاه، امتع واصعب، لانه سايب المسؤوليه عليك جدا. وهقول لحضرتك حاجه بجد، بتبقى ما فيش احلى منها تركيبه، اللي هو لو سبت ان انا اشوف شغلي. انما لو ابتديت ان انت تدي التاتشات بتاعتك، انا خلاص يبقى انا كده بعزل تاتشاتي، ممكن اقوم جاي موقف شغلي اقول له اللي هعمله على مسؤوليتك بالظبط، انت بتنفذ اللي هو طالبه ايا كانت النتيجه. انا بالنسبه لي كده، انا مش ايه، انا مش هقدم مش هقدم التاتش بتاعي، انت حطه انت. الا لو كنت انت شايف ان اللي قبلك كويس كنت كملت معايا. صح صح مظبوط. شغل البواريك وشغل التركيبات شغله كله فن وكله اسرار ما يعرفهاش الا الخبره في الموضوع. وفي حاجات بقى بتبقى على البلوند، دي حاجات دي طبيعيه جدا. انا من الحاجات يعني انواع الشعر اللي هو انت تحط ايدك كده بتبقى ايه الشعريه، يعني احنا جايين كمان ممكن بجد مش منشطين، بس تحط ايدك في الطبيعي تحسي ان هو ايه ماشي بيور، ماشي طبيعي، يعني الايد فيه بتبقى ماشي احسن من اللي بيجي بقى مش عارف التفاصيل. اقول له لا، في باروكه ببقى حاططها مثلا تيست، اقول له حط ايدك في الشعر ده وروح حط ايدك في الفايبر بر. ايوه انا ما بشتغلش فيه، اللي شايفه هناك ده انا ما بشتغلش فيه، ده مش شغلي. اللي انت شايفه قدام حضرتك ده هو ده اللي هو الشغل. لا هو كمان الشغل بان على الطبيعه، وعشان كده كنت عماله اقول لك انا عايزه اشوف على الطبيعه فعلا. الموضوع بيفرق جدا. انت كلمتيني فيها، قلت لي ان احنا فانت دورتنا يا كريم بجد، نورتنا النهارده جدا، نورتنا يا نور. يعني تسلم ايدك، فعلا الشغل جميل جدا وباين الفرق، يعني نورتنا. وان شاء الله بقى احنا نديكوا شرح مبسط بالنسبه للشعر الطبيعي. اوعدنا بس ان انت تجي لنا حلقات ثانيه وتقول لنا سر من اسرار تركيبات. النهارده غششنا حاجه بسيطه ان شاء الله، يعني هديكوا كل مره لقطه في طبعا مكان جديد احنا هنبتدي نتكلم عنه ان شاء الله. استاذ كريم محمد نورتنا، خبير تركيبات الشعر، نورتنا. استنونا في حلقه جديده. استنونا.